نزال بدر هاري الجديد ضد أوكويور جيندال، وهو النزال الذي سيحدد مستقبل بدر هاري. هل سيفوز وينتقل إلى البطولة الكبرى التي ستقام في شهر ديسمبر القادم والتي تسمى بغلوري جراند بريكس للكايوان لينافس الأبطال الكبار هناك على لقب الوزن الثقيل؟ لأن الفائز سوف يحصل على كل شيء. أو ربما تحدث له مشكلة في نزاله الجديد ويخسر كما حصل له في نزالته السابقة. بكل صراحة، مباريات الكيك بوكسينج لا يمكن توقعها أبدا، لأنه دائما تحدث نتائج صادمة في المباريات، ويساعد الحظ الجيد أو الحظ السيء أحد المقاتلين. ولا أعتقد أن بدر هاري سوف يعتزل سواء فاز أو خسر. في فيديو اليوم سوف نستعرض لكم قوة كلا المقاتلين أوكويور جيندال وبدر هاري، ونرى من يمتلك قدرة بدنية أفضل من الثاني. لذلك من فضلكم اشتركوا في القناة وتابعوا الفيديو حتى النهاية بعد الانترو. بدر هاري هو لاعب ملاكمة أو كيك بوكسينج وبطل الوزن الثقيل. ولد في مدينة أمستردام عاصمة هولندا في تاريخ 8 ديسمبر من سنة 1984، ويعود أصله إلى المغرب، وهو من الأبطال المشهورين في رياضة الكيك بوكسينج والكيوان الذين بدأوا ممارستها منذ سن مبكرة وحققوا فيها مراتب متقدمة، حيث حصل على المرتبة 10 في مسابقة الوزن الثقيل لعام 2016، بالإضافة إلى تحقيقه لأكثر من 100 فوز في الملاكمة، حيث لقب بالفتى الذهبي، وتم تكريمه من قبل ملك المغرب محمد السادس لإنجازاته الرياضية. وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه تم استبعاده من الكثير من البطولات بسبب عدوانيته وسلوكه الغير الرياضي أحيانا. بدأ بدر هاري في حياته في رياضة الكيك بوكسينج منذ عمر 7 أعوام، حيث تدرب على يد بطل العالم السابق في الكيك بوكسينج مساعد أكمران، بالإضافة إلى تدربه في نادي سيتان الرياضي. وكانت أول بطولة سيشارك بها هاري بطولة K1 World Grand Prix لعام 2005، وكان يبلغ حينها 20 عاما، حيث خسر البطولة وقتها وترك تمثيل هولندا في البطولات المختلفة لينتقل بعد ذلك ويكون ممثلا رسميا لبلده الأصل المغرب. شارك هاري في بطولة الكيوان لعام 2006، والتي كان من المقرر حدوثها في أمستردام، لتتغير خطة البطولة وتقام في نيوزيلندا. وفي تلك البطولة حصل شجار بين هاري وخصمه أثناء المؤتمر الصحفي المتعلق بالبطولة، وأسفر عن أضرار جسدية صاحبت هاري لشهور بعد البطولة، ثم عاد ليشارك بعد ذلك في بطولة الكيوان للوزن الثقيل وفوزه فيها لعامي 2007 و2008، كما حاز على لقب بطل العالم للوزن الثقيل في الشو تايم لعامي 2009 و2010، ليأخذ بعد عام 2010 عاما من الراحة بعيدا عن المشاركة في البطولات والمحافل الرياضية. عاد هاري إلى المشاركة في البطولات مرة أخرى عام 2012، وحقق فوزا ساحقا في جميع البطولات التي شارك بها، كما وصل إلى نهائي K1 World Grand Prix لعام 2012 على الرغم من إصابته في قدمه، الأمر الذي أدى إلى خروجه منها ليعود مرة أخرى في عام 2014 ويشارك في بطولات عديدة ويفوز فيها. وعلى الرغم من فوزه في عدد من البطولات وإنجازاته العديدة في الكيك بوكسينج، إلا أنه تورط في عدد من المشاكل خارج الحلبة بسبب سلوكه غير الرياضي. ولد بدر هاري لأبوين مغربيين من منطقة القنيطرة، وعرف عنه بسلوكه العنيف خارج إطار حياته الرياضية، وأشار عددا من الأطباء النفسيين إلى اضطرابات هاري النفسية نتيجة لثقته المفرطة في نفسه كرياضي ولاعب للكيك بوكسينج.
وما يدل على ذلك عرضه المبتذل دائما لقوته وقدراته الرياضية، بالإضافة إلى شهرته الزائدة طوال السنوات الماضية، كما أنه قضى فترات من حياته في السجن والاحتجاز نظرا للمشاكل التي يفتعلها والقضايا المتعلقة بتهمة الاعتداء. ارتبط هاري خلال حياته بعدد من النساء، فكانت أولى ارتباطاته عام 2006 والتي استمرت لخمسة أعوام مع سيدة هولندية تدعى شانتال أورنينيك، ثم ارتبط بعارضة الأزياء الهولندية دافاني روماني، حيث تزوج وأنجب ابنة تدعى إمبر هاري عام 2012. ثم انفصل هاري عن زوجته ليرتبط بسيدة ذات مكانة اجتماعية مرموقة في هولندا تدعى إيسل كرويف. استمرت العلاقة لمدة عامين، ثم بعدها ارتبط بسيدة أمريكية تدعى إمبر روز. ويشار إلى علاقة هاري بابنته إمبر التي يعبر عنها دائما بأنها تحتل جزءا مهما من حياته. يعرف بدر هاري بشغفه الكبير بالأناقة والملابس والسيارات، بالإضافة إلى تعلقه الشديد بتراث بلاده وأجداده في المغرب، كما أنه يحب السفر كثيرا والانتقال إلى أماكن مختلفة حول العالم. ويعرف عنه حبه لقضاء وقت فراغه وسط عائلته وأصدقائه. حقق لاعب الكيك بوكسينج بدر هاري إنجازات كبيرة في عالم رياضة الكيك بوكسينج على مستوى بلده هولندا والعالم أجمع، حيث خاض خلال مسيرته في هولندا 28 نزالا، فاز ب 19 نزالا وخسر 8، كما حقق تعادل خلال نزال واحد فقط. ومن أهم هذه الألقاب التي حصل عليها خلال مشواره الرياضي ما يأتي: حصوله على لقب بطل بطولة موي تاي لعام 2002، حصوله على لقب بطولة كاي وان وورلد جراند بريكس لصيف عامي 2008 و2009، حصوله على لقب بطولة الشو تايم للوزن الثقيل لعامي 2009 و2010، حصوله على لقب بطل بطولة سيري وان جي اف سي فايت للوزن الثقيل عام 2014، حصوله على لقب بطل بطولة كاي وان للوزن الثقيل لعامي 2007 و2008. وبالنسبة لعدد المباريات التي فاز بها هي 106 مباراة دولية، 92 منها بالضربة القاضية من أصل 121 نزالا. وبالنسبة للمقاتل الإستواني أوكو يورجيندال، هذا المقاتل الغامض الغير المعروف عند العرب، لذلك سوف نحاول ذكر لكم بعض المعلومات عنه بشكل ملخص وسوف نخصص عنه حلقة كاملة. المهم، أوكو يورجيندال يبلغ من العمر 34 سنة، يبلغ طوله 1.93 سنتيم ووزنه 114 كيلوغرام، مقاتل في الوزن الثقيل في منظمة غلوري، خاض طوال مسيرته 27 نزال، فاز منها ب 19 مقابلة، 15 منها كانت بالضربة القاضية، وخسر في 8 مقابلات. وإن قارنا بين تاريخ هذا المقاتل وبين تاريخ الأسطورة المغربي بدر هاري فلا مجال للمقارنة بينهم. يورجين دال لم يحقق حتى ربع الإنجازات التي حققها بدر، وبدر رغم أنه كبر في السن وسوف يعلن اعتزاله عما قريب، إلا أنه له القدرة الكاملة للإطاحة بهذا الخصم ومن الجولة الأولى. المهم أصدقاء، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية مقطع اليوم، أتمنى أن يكون أعجبكم. سوف ننزل لكم بث مباشر يوم النزال بدر ضد جيمس، لذلك من فضلكم اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. Peace and love، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله يا أصدقاء.